اللي قدامكم دي اصدقائي محطه الباص في روساريو بلد ليونيل ميسي الارجنتين. ودلوقتي دخلنا المحطة من جوه اصدقائي، محطة روساريو في الأرجنتين بلد ليونيل ميسي. كلها كافيهات طبعا ومطاعم وأكلات زي ما انت شايف قدامك اهي. اللي يعرف ده يكتب لي في التعليقات. هدايا طبعا الشعب بيحب الهدايا، ودي دبليو سي حمامات هي رجال وحريمي موجوده اهي. المحطه مليانه كافيهات اصدقائي، مليانه كافيهات ومطاعم وعادات. دي البلازا اصدقائي اللي قدام محطة الباص في روساريو الارجنتين، شايفين حاجة مختلفة جدا. طبعا دي محطة الباص قدامك ماشي، يا لو عندك رحلة ولسه بدري شوية ممكن تقعد هنا شوية. برضو في مطاعم وكافيهات كتير حوالين البلازي، ولكن الناحية التانية في ألعاب أطفال برضو، في ممارسة الرياضة، كل حاجة موجودة فيه.